هواية تربية الطيور. منذ صغرها وسلمى تعتني بتربية طيور الزينة في منزل أسرتها. ما كانت طيورها لتعيش كل هذا الوقت في سعادة وطمأنينة لو لم تكن الهاوية الصغيرة متمرسة على تربيتها والتعامل معها برفق، فهي على علم بطريقة الاعتناء بها. يعود فضل ذلك إلى أمها خديجة التي اكتشفت موهبتها وهي تداعب الحمام في الحدائق والساحات العمومية. سمعت البنت الصغيرة برجل قضى سنوات في تربية الطيور يسكن في القرية المجاورة. لم تتردد في طلب لقائه لتستفيد من معرفته بتربية طيور الزينة. أثناء اللقاء قالت البنت الصغيرة للرجل: أنا أحب طيور وأريد تربيتها ولا أرغب في ضررها، جئتك لتعلمني كيف أرعاها برفق وحب لتكون سعيدة معي. قدم الرجل لسلمى مجموعة من النصائح المفيدة وهو يقول لها: تذكري ما سأقوله لك وسيكون لك ما تريدين، كلما أحببت الطيور أحبتك، كلما كان مكان عيشها نظيفا كانت الطيور بصحة جيدة، كلما كان طعامها صحيا كلما كان صوتها عذبا، ولا تنسي أن الطيور تحب العيش في فضاء رحب. وقبل هذا وذاك اعلمي أنه من علامات مرض الطيور كثرة العطس وصعوبة الزقزقة والتغريد. شكرت سلمى الرجل وعادت وهي تقول لأمها: لقد تعلمت اليوم ما سيسعدني ويسعد طيوري، شكرا لك أمي. أعد تشغيل الشريط عدة مرات لكي تفهم النص. لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. اضغط على زر أبوني.